اليوم غادي نتعرفوا على واحد الفنان كبير بزاف واللي بزاف ديال المغاربه ما كيعرفوهش، ولكن قبل ما نهضروا عليه غادي نهضر لكم على واحد الروبورتاج من واحد ليميسيون سميتها السلوكيات. من بعد تعرفوا العلاقه ديال ليميسيون والفنان اللي غادي نهضروا عليه. الفكره ديال الروبورتاج بصراحه كانت واعره بزاف، وهي انها تسول الزوار ديال واحد المعرض ديال الفن التشكيلي على واحد الفنان تشكيلي سميتو ريتشارد السوس. هذاك اللي جا في بالكم ملي سمعتو سميتو، وحيتاش المثقفين ديال الكيلو اللي في بلادنا الزينه ما كيعرفوش يقولوا لا ولا ما كنعرفش، فكانت الاجابات صادمه. ريتشارد عزوز، سي ان غران ارتست كونتمبورا ماروكان، كيسكو فوز ان بونسي دو لوي؟ Magnifique, vraiment très beau projet. Les œuvres de Richard Azouz, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Ben, c'est magnifique. Je vous ai vu tout à l'heure passer devant l'une des œuvres de Richard Azouz. Vous connaissez? Qui? Richard Azouz. Ouais. Vous connaissez? Oui, devant qui? Richard Azouz? Est-ce que vous avez aimé ces œuvres? J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, c'est super. وانا بعدا حشمت في بلاصتكم كلكم مكورين مخورين، كل شيء كان غادي مزيان. المذيعه كانت محرشه بالقطع المثقف، هما كيكذبوا. المذيعه المؤخره ديالها كتصفق بالفرحه وما عارفاش بلي اليوم غادي تدوز اقوى ساعه في حياتها. المذيعه ديالنا وهي كتسارى في المعرض بان لها واحد الراجل عجيب قصير وخرجين ليه شي صغيبات من فوق ودنيه، بان ليها بحال شي نونس مزوق باش تنوع به الشكيلات في الروبورتاج ديالها. وفرمشة عين دارت بها الارض ملي عرفات بانها طاحت مع اكبر محرش في العالم في افريقيا، في المغرب. لا وقلها في المغرب ما عرفش. Vous appelez comment? Mohamed Boklaoui. D'accord. En fait, ça c'est votre réalisation, ça c'est votre œuvre. Réalisation de mon ami Issa Boklaoui. بزاف ديال المغاربه شافوا الفيديو وربما شافوا حتى في الميمز، لكن ما عارفينش القصه الحقيقيه اللي موراه واللي بصح تقدر تكون صادمه وتخلي راسكم يوقف. معكم فنيده، واليوم غادي نهضر لكم على احمق عمالقه الفن المغربي، مخرج منتج والكاتب والممثل نبيل الحلو. محمد بوكلاوي. سي نبيل، حتى الا بغيتي تبدل سميتك بدلها غير بشي سميه مزيانه. سي الفكروني. سي الفكروني، والله جميله جدا. سمينا القنفودي. سي القنفودي، ابراهيم ياش، والحاكم العام لجزيره الشكر بكربن، وزيد وزيد وزيد. كلها شخصيات قدمها ومثلها لينا نبيل الحلو باسلوب مختلف، وبنكهه كتمتزج فيها السخريه بالنقد اللاذع والمعارضه ديالو الواضحه للكثير من السياسات الثقافيه ديال البلاد. ومن اهم ما كيميز الفنان ديالنا الكبير هو التواضع ديالو. اعتذر نفسي بكل تواضع من كبار المخرجين والمبدعين العالميين. بكل بساطه افلامك قطعت يعني حتى تفهم يعني بمبدع كبير. انا فعلا مبدع كبير كبير جدا. اغلبيه الاعمال السينمائيه والمسرحيه ديال المخرج ديالنا هي مدعمه من طرف وزاره الثقافه والمركز السينمائي المغربي. انا كتبت واخرجت وطبعا انتجت وسائل الدوله المغربيه تسعه افلام. لذلك بغينا نسمعوا الراي ديال نبيل في وزاره الثقافه والنخبه المثقفه في المغرب. المؤسف هو انني اعيش في بلد ليست له سياسه ثقافيه بمعنى الكلمه. يعني ناس تعيش تقوم باخراج اشياء تافهه. المشكل اللي كاين هو لنا ناس يسيرون مع الاسف الشديد مكلخون بمعنى الكلمه. المشكل المغرب فيه فساد فساد فساد، وان لم يحارب هذا الفساد فالمغرب غادي الى الهاويه. طبعا قلت لك هذا غريب جدا ان وزير الثقافه ما حضرش، بينما ان تظاهره بحال هذه ولاول مره في المغرب كان يحضر لها. وكما قلت هو انسان امي يعني جاهل ماشي ما عنده علاقه بالثقافه. التربيه الثقافيه ديالنا تربيه ديال الجامع الفنا. ما باش لك زدتي فيه شويه السي نبيل. كاين الجمهور والجمهور والجمهور. طبعا انا كنتوجه للجمهور المثقف وكنقولها بكل صراحه. الفن ديالك موجه لنخبه النخبه وماشي لمنواله، ياك السي نبيل؟ انا العالم ديالي كيتوجه لجميع الناس. السي نبيل زير معنا بنتي اللي كتدخل وتخرج في الهضره.
من الحاكم العام السابق لجزيرة الشكر بكربن. بانت لي الطيحة ديال السلوم بالمسرح قنيطرة باقا ما اثرالك على المخ ديالك. واخا كيبان طاير ليه الفريخ وكيهضر مع التصويرة، الفنان ديالنا علاقته وطيدة بالصور وبعض المشاهد من الأعمال ديالو كتعتبر تحف أرشيف السينما الوطنية. فينا اسمعينا فينا اسمعينا فينا اسمعينا أيه بزاف ديال اللقطات اللي استخدمها الشاب في الأغنية ديالو مخوده من أفلام المخرج ديالنا وهو النيت ليلى بالصايا. وباش نتعرفوا على المخرج ديالنا أكثر أجيو نشوفوا مقتطفات من الأعمال ديالو. ما بيناش عليا علامة العذاب، تبغى نوريكم تربتي كيف ولات؟ ديما تنبغي نكفت بوعدي بوعدي بوعدي. سي نبيل، واش فايت صلخك شي حد؟ ما يمكنش. واش متأكد؟ خلطة نفسها ما نقبلهاش. غير شوفو كان. أنا واحد إنسان ما نكذبش، ما كنكذبش. ضربتي نبيل الحلو مثلا براس. نبيل الحلو المخرج الكبير العظيم. ديالي نبيل الحلو هو هو با لو سول، بزاف ديال الناس رانا شي أول مرة دخلت داربوه. دخلت داربوه شحال هذه، راح مرة شدوا لوط في الله يرحمه المنتج المخرج اللي مات. الله يرحم الجميع. ها هكا وعطاه براس هكا باق. لا 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 لا. سي نبيل شفتك مغوش. واه غير ضحك، راه غير كنضحكوا معاه. غير بسلنا عليك شوية كبحال اللي كتبسل على الناس. عمل عقلك بركة تبسل على الناس. تيدل باللي الإنسانية كلها تغير نفسها بنفسها إلا كانت متحدة، لأن الشيء اللي وقع عنده دلائل مهمة بالنسبة للتاريخ. أولا شعلوا الضوء، شعلوا الضوء. أنا الحاكم العام الجديد ديالكم. المصالح ديالهم والناس اللي خايفين على المصالح ديالهم هما الناس اللي باغينا نبقاو ساكتين وشادين عينينا وفمنا. نجوم تكلموا، اختاريت مرجيست وغادي يوقع بحال اللي وقع هادي عامين، هادي خمس سنين. شوف قيد الله يحرق بها مراتك مينا. امين امين امين. فمك ربي العور العور هو بك. وشي كيظن انه هو اللي عنده الحق يعيش على شي. هل انت في حاجة الى شيء يا ابراهيم؟ نعم سيدي نعم سيدي نعم سيدي. رئيس سيدي الرئيس سيدي الرئيس سيدي على بطاقة الوطنية حسن على بطاقة. شكرا الشركة شكرا الشركة لك بلادم. شكرا الان اعطوا لشي فيلم فورنو وتفرجوا من جديد. ميدان المسرح والسينما. سكوي كالكو شوز. Vous devez avoir continuellement à intervenir pour qu'on arrête de torturer mes frères, les animaux, rats, chats, lapins, qu'on livre à la science, la médecine, la technologie. Maintenant, Phil. Salaud ton pays. Ton pays tu trahis. Salaud. Pou. Ta gueule. Ni cash ni roi Charlie Chaplin. Ouais, d'une cloque. Where the Calhoun is standing. Bouge. Voilà. 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 بصراحة الأستاذ نبيل الحلو مبدع ومن عمالقة الفن المسرحي والسينما في المغرب، ومن المؤسف أنه بزاف ديال المغاربة ما تحتش ليهم الفرصة أنهم يكتشفوا التجربة الفنية الرائعة ديالو. هذا الشيء اللي عندنا في هذه الحلقة، كنتمنى أنها تكون لاقات الإعجاب ديالكم، وما تنساوش نشوفكم في فيديو جديد مع شخصية جديدة. وإلا عجبتكم الحلقة خليو كومنتار. كانت معكم فنيدة. تهلاو. إمبراطور ما جالس على عرشو إلا بفضل بفضل ياش بفضل العسكر والبوليس والطبقة الأرستقراطية اللي كتقتسم معاه كل ما كتبت البلاد.